يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عقد لقاءاته دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وتحت شعار معا لاستكمال المسيرة من أجل الاستقرار والتنمية، انطلق مؤتمر حكاية وطن في نسخته الخامسة في الأسكندرية والفيوم وسط حضور جماهيري حاشد. وتم استعراض الإنجازات التي تمت في عهد رئيس عبد الفتاح السيسي خلال 10 سنوات. ما بين محافظة ومحافظة أخرى تتزايد أعداد اللقاءات التي ينظمها التحالف الوطني دعما للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية في الفترة القادمة. مؤتمر حكاية وطن في نسخته الخامسة ينطلق في محافظة الأسكندرية بالتزامن مع محافظة الفيوم وسط الآلاف من المواطنين تحت شعار معا لاستكمال المسيرة من أجل الاستقرار والتنمية. كلنا لابد أن يكون هناك التفاف حول القيادة بتاعتنا الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو فعلا قاد الدولة بحكمة واقتدار وشجاعة. احنا بنقول لابد النهاردة يكون الملايين تخرج، وده يبقى عرس ديمقراطي، ودي تبقى رسالة للعالم كله ان الشعب كله خلف قيادته. ما شاء الله شايفين الحشد قوي جدا، الناس كلها جاية مبسوطة، كل اهل اسكندرية بيعيدوا سيادة الرئيس وبيبيعوا الفترة الرئاسية القادمة. جميع المستويات والاعمار اهتمام غير عادي بالاستحقاق الدستوري في انتخابات الرئاسة، ومشاهدة على الطبيعة طبعا في كل محافظة في مصر إنجازات كتيرة جدا حدثت. تم استعراض خلال اللقاء الإنجازات التي تمت في 10 سنوات مضت في محافظة الأسكندرية بتوابعها، أمر لمسه المواطنون على أرض الواقع وعلى كافة الأصعدة. لذا عد المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة واجب حتمي من أجل استكمال مسيرة الإنجازات. بنجدد الوعد لسيادة الرئيس، بنقوله أن الناس معاك، الناس عايزة استكمال المسيرة والإنجازات. في حشد كبير جدا جدا حضر وكان موجود معانا، الكل تأييدا للمسيرة بتاعة التنمية والاستقرار مع السيد رئيس الجمهورية. بكل حيادية ما تم في الدولة المصرية هو إنجاز يفخر به كل مصري. كل جمعيات الأهلية بكل المجتمع المصري بيحتفل النهاردة، مش بيأيد بس، هو بيحتفل أنه باتخاذ قراره بتأييد السيد الرئيس لمرحلة أخرى تشهد فيها البلاد من العديد من الإنجازات. 10 سنوات من الإنجازات نفذت على أرض الواقع بجهود قيادة سياسية حكيمة أجمع عليها المواطنون في أرجاء مصر، وبوجود تحالف وطني ساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.